السلام عليكم. اليوم نروحوا لملعب دويرة حيث أنه العملية تاع الطالع الخارجي ما زالت مستمرة، تجدر الإشارة أنه الطالع هذا كان لابد منه، يا يديروه يعني تغليف ولا ما يديروش، الطالع هذا مطلوب لأنه يعتبر حماية للخرسانة. فإذن أنا ندائي للسلطات، الطلاء هذا نقول لهم بلي هذا الطلاء ضروري وما يمنعش باش تزيدوا ديروا ان رالونج بيجيتير ولا ديروا انافنو ملحق للعقد نتاع يعني نتاع الاشغال، وتضيفوا الغلاف الخارجي للملعب هذا. ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. Thank you.